من وهم موثقين بالذهب كما نلاحظ في هذه الصور هي الجمهورية الأخرى هي الآن تتوشح في الذهب وتتوشح في الورود تهافت كبير على هؤلاء الأطفال ونلاحظ أيضا سجاتي وكله فرح وسعادة والدموع تغمر اولا نرحب بالابطال تاعنا الحمد لله على هذه النتائج اللي داروها والشكر موصول كذلك لكل المدربين تاعهم لانه فضل هذه النتائج يعود للسيد رئيس الجمهوريه اللي كان يتبع كل الرياضيين منذ مده طويله والفضل كذلك يرجع لهذ الرياضيين اللي قاموا بمجهود كبير هما المدربين تاعهم وكل الستاف تكنيكي ادمنستراتيف اللي خدم معاهم ولهذا نتمنى ان شاء الله هذه تكون انطلاقه واعاده نظر في لما هو قادم ان شاء الله خاصه بالنسبه للرياضات الجماعيه وبعض الرياضات حتى بعض الرياضات الاخرى الفرديه ولهذا اليوم رانا في يوم فرح فاعيد واجدد شكري وابارك لكل الرياضيين المتواجدين في رياضات أنتم عارفين أن ألعاب أولمبية مستوى عالي وعالي جدا ولهذا ألف مبروك مرة أخرى.